ما هدف سورة البقرة وما أهم موضوعاتها؟ هدف سورة البقرة أن تكون تقيا مسارعا للخيرات. وموضوعاتها عبارة عن 6 موضوعات ب6 مراحل. المرحلة الأولى تعليم للتقوى مباشر، وده 29 آية. المرحلة الثانية تعليم للتقوى غير مباشر، وده 112 آية، واخد 3 نماذج: قصة إبليس، قصة بني إسرائيل، قصة إبراهيم. تعليم تطبيق هذا على النفس، وده 5/4، وتطبيق على الأسرة وده 40، تطبيق على المجتمع دول 5/4، واختبار أخير. الجزء الأول والثاني 29 و112 دول عن الجزء الأول. التطبيق على النفس والأسرة والمجتمع والاختبار الأخير دول عن جزء ونص. أقول أعوذ بالله من الشيطان. ما موضوعات ربع ولقد جاءكم؟ 5 موضوعات. اول حاجة قالوا ان ربنا قال لنا امنوا بالتوراة لوحدها، فاحنا بنؤمن بها لوحدها. الرد: انتم ما امتوش بالتوراة ل3 ادلة: ان انتم قتلتم انبياءها، خلفتم التوحيد وعبدتم العجل، قبلتم الاحكام لما الجبل طلع فيكم. تاني حجة بيتحججوها ان ربنا قال لنا ان الجنة بتاعتكم لوحدكم، فالرد نقول لهم فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. تالت حجة بيتحججوا فيها ان جبريل عدونا بينزل بالحرب، ربنا قال اللي يكفر بجبريل يكفر بالله وربنا عدوه. الموضوع الرابع حرب النبي بالسحر، طب جاب ليه ابتلوا بالسحر؟ عشان هم اعرضوا عن القرآن. ازاي يتعلموا من السحر؟ يتعلموا السحر من هاروت وماروت. ايه نتيجة السحر في الدنيا؟ يفرقون به بين المرء وزوجه. ايه نتيجته في الاخرة؟ ما لقوا في الاخرة من خلاق. اخر حاجة حربوا بيها النبي سوء خلق، وكانوا بيقولوا راعنا عشان تحتمل معنيين، ربنا قال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا تحتمل معنى واحد. لتعرف التفاصيل والادلة ننصحك باقتناء كتاب اتقان تفسير سورة البقرة، فانه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة احمد حسني. شرح تفسير الربع السادس من سورة البقرة، ربع ولقد جاءكم. ربع ولقد جاءكم دوه بيتكلم اول حاجة على 3 حجج كاذبة للكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. اول حجة قالوا ان ربنا امرنا نؤمن بالتوراة بس، وما امرناش نؤمن باي كتاب بعديها، لا انجيل ولا قرآن ولا سنتك يا محمد. فالقرآن هيرد عليهم ب3 حاجات. نقول لهم انتوا مش مؤمنين بالتوراة. ليه؟ ل4 اسباب. اول حاجة التوراة دي، القرآن ده مصدق للي في التوراة، فكفركم بالقرآن معناه ان انتوا كافرين بالتوراة، والاتنين مصدقين بعض. السبب التاني ان انتم رفضتم الانبياء بتوع التوراة وقتلتهم، ورفضتم العقيدة بتاعت التوراة بتاعت التوحيد وعبدتم العجل، ورفضتم الفقه بتاع التوراة وعملتم ايه؟ وابيتم تاخدوا الاحكام التقيل لحد ما ربنا خد الجبل حطه في ايكم وامنتم غصب عنكم. يبقى انتوا اصلا مش مؤمن بالتوراة، عشان ما تقولوش نؤمن بالتوراة بس. ناخد بقى الايات بتاعت اول حجة. واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه، ويكفر بما انزل علينا من التوراة، ويكفرون بما وراءه اللي جاء بعديه اللي هو الانجيل والقرآن والسنة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحق مصدقا لما معه. طب القرآن صدق التوراة في ايه؟ في 4 حاجات: العقيدة الستة، اركان العقيدة الستة اللي هم بالله وملائكة والكتب والرسل واليوم الاخر، وبتصدقها في أصول الأحكام زي الصلاة والزكاة، ولكن كيفية الصلاة وكيفية الصيام وكيفية الزكاة تختلف، لكن كل الكتب جت بأصول الأحكام. ثالث حاجة في قصص الأنبياء. رابع حاجة في صفات النبي صلى الله عليه وسلم والتبشير بعيسى والأنبياء اللي جه بعده. القرآن جاي متفق مع الطرف الأربعة دول، فاللي يكفر بالتوراة يكفر بالأربعة دول. يبقى اول سبب في الرد عليهم وهو الحق مصدقا لما معكم، كفركم بالقرآن كفر بالتوراة. رقم 2: وفإن قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين. يبقى انتم ليه بتقتلوا انبياء التوراة زي زكريا ويحيى ان كنتم مؤمنين؟ لو انتم مؤمنين بالتوراة
زي ما ربنا قال قبل كده، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. السبب الثالث إن أنتم رفضتم التوحيد وعبدتم العجل. قال الله تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات بالمعجزات الدالة على صدقه، زي اليد والعصا وفتح البحر والاثنى عشرة عينا، ويعني المعجزات اللي كانت بيها سيدنا موسى. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، وبعدين عبدتم العجل ورفضتم التوحيد اللي جاف معاه. الدليل الرابع على انكم مش مؤمنين بالتوراة ان انتم رفضتوا الاحكام الصعبة اللي فيه. واذ اخذنا ميثاقكم، واذ يعني واذكروا وقت اخذنا ميثاقكم، اخذنا عهدكم على العمل بما في التوراة، رفضتم وقلتوا الاحكام تقيلة مش عاوزين راجل. فربنا عمل ايه؟ رفع فوقكم الطور، ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، خذوا ما آتيناكم بجد واجتهاد واسمعوا سماع قبول. قالوا سمعنا أوامرك وعصيناه، مش هنعملها. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أشربوا في قلوبهم العجل أي خالط حب العجل قلوبهم كما يخالط الشراب. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. لأنتم لو مؤمنين بعد الأربع حاجات دول يبقى بئس ما يأمركم به إيمانكم. يبقى هم قالوا احنا نؤمن بالتوراة، ربنا قال لهم لا مش من بالتوراة. وعندنا أربع أدلة: أول حاجة القرآن مصدق، هو الحق مصدق، والكفر بالقرآن كفر بالله عندكم. تاني حاجة رفضتم الأنبياء بتوع التوراة. تالت حاجة رفضتوا التوحيد بتاع التوراة عبدتوا العجل. رابع حاجة ان انتم رفضتم الاحكام التقيلة في التوراة فربنا وما قبلتوهاش، ما ربنا رفع الجبل فوقكم. طيب الحجة التانية الكاذبة بيقولوا ان ربنا قال ان الجنة لليهود فقط، فاحنا خايفين نبقى مسلمين يبقى مش هنخش الجنة. فربنا رد عليهم قال لهم ايه؟ قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة، خالصة يعني سالمة، ما فيش واحد غير يهودي يخشها، خالصة لكم من دون الناس من غير الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. تمنوا إن أنت تموت، مش كده كده دخل الجنة، اتمنى بقى تموت. ولن يتمنوه أبدا، ده دليل إن هم كذابين بما قدمت أيديهم بتحريف كتابهم والكفر بالنبي اللي جاي عندهم وبالأكل الربا وبالمعاصي اللي هم عملوها. والله عليم بالظالمين، عارف ربنا يعلم الظالم ويعلم ماذا فعل وكيف سيعذبه. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، كفار ومسلمين، لتجدنهم أحرص الناس يعني أحرص الكفار وأحرص من المسلمين على حياة، أي حياة نتزل بس أهم حاجة نعيش. فهم يتمنوا يفضلوا عايشين حتى لو حياة زليلة بس ما نموتش. ولجزنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، وأحرص من المشركين اللي بيعبدوا الأصنام. ده مبالغة في توبيخ اليهود، بل لو أنت عارف أن أنت كده كده في الجنة ليه أنت حريص على الحياة أكتر من الكفار اللي ما بيؤمنوش بالجنة أصلا. قال الله تعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. يود أحدهم إن هو، طب أنت لما الجنة مكتوبة لك ليه بتتمنى تفضل عايش في الدنيا؟ عشان أنت عامل معاصي وعارف هتعاقب عليها. الحجة الأخيرة بيقولوا احنا مش بنؤمن بيك لان الرسول بتاعك جبريل، وجبريل ده جاي بالحرب، لو كان ميكائيل كنا امنا بيك. عن انس قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم في ارض، وهو في ارض يخترف، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن الا نبي،
فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ بعد ما الرسول جاوب على الثلاث أسئلة دول موجودين عندنا في كتاب الإتقان لتفسير سورة البقرة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ده عبد الله بن سلام سيد بني قينقاع، أقوى قبيلة في اليهود. فقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا إسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني، يعني يتهموني ظلما وزورا. فجاءت اليهود فقال النبي: أي الرجل عبد الله فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، شرنا وابن شرنا، وانتقصوا. قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. وقال في رواية: قالوا: من ينزل عليك يا رسول الله؟ قال: يا محمد. قال: جبريل. قال: ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب، عدونا. لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والقطرة والنبات لكان. فأنزل الله تعالى ردا عليهم: قل من كان عدوا لجبريل. الجواب بقى: فليمض غيظا. ليه؟ فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. يبقى الحجة اللي تحججوا بيها ان جبريل عدو بينزل بالحرب، ولو ميكائيل كنا امنا به. طب ربنا يرد عليهم يقول لهم ايه بقى؟ كل من كان عدوا لجبريل، جواب الشرط هنا محذوف، تقديره فليمض غيظا. ليه؟ فانه نزله على قلبك باذن الله، جبريل ده نزل بامر من ربنا، مصدقا لما بين يديه. مصدق القرآن ده مصدق لما بين يديه، يعني مصدق للكتب اللي موجودة بين أيدي، اللي موجودة في عصره، اللي هي التوراة والإنجيل. مصدق في أربع حاجات: في أصول الإيمان الستة، الإيمان باليوم الآخر والقدر، مصدق بالعقيدة السليمة، اتنين مصدق بأصول الفقه وأصول العبادات، مصدق بعلامات النبي صلى الله عليه وسلم، مصدق بالقصص الأنبياء. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فإن الله عدو للكافرين، ولم يقل فإن الله عدو لهم، ليدل على كل اللي ينكر يعادي جبريل أو ينتقص يبقى كافر. ربنا ما قالش فإن الله عدو لهم لمن يعادي جبريل، لا، عدو للكافرين. فمن أسباب كفر معاداة ملك من الملائكة، وإن عداوة الملائكة كفر. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يعني دلالات واضحة. طب بينات في إيه؟ أولا فيها خفايا علوم اليهود، علمناك في القرآن أدق معلومات عند اليهود وأسرارهم. تاني حاجة فيها بينات في الإعجاز اللغوي، مفيش واحد من العرب عارف يطلع لها غلطة، ومفيش واحد يمل من القرآن. أي قصة تحكيها، أي حاجة الناس تمل منها إلا القرآن، مهما تفسره ومهما تقرأ الناس ما يملش منه. من البينات الغيبيات اللي وقعت زي غلبة الروم في أدنى الأرض، والإعجاز العلمي. ربنا القرآن فيه معجزات علمية. المهم يبقى البيانات أربعة: العلوم الخبايا اللي عند اليهود، الإعجاز اللغوي عند العرب، والغيبيات اللي وقعت، والإعجاز العلمي. وما يكفر بها إلا الفاسقون. الآيات البينات دي الواضحة الصريحة ما لا يكفر بها إلا رجل فاسق قلبه اتغطى بالسيئات. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طب إيه سبب فسقهم؟ احنا قلنا محدش امن بينات غير مؤمن، ومحدش كفر بيها غير واحد فاسق. طب ايه سبب فسقهم؟ او كلما عاهدوا عهدا، كل ما عهد ربنا عهد، نبذه فريق منهم، نبذه يعني طرحه فريق منهم بنقضه، بل اكثرهم لا يؤمنون، بل
أكثرهم لا يؤمنون. طب ليه ربنا بيذكر لنا خيانة اليهود؟ عشان تسلم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الخيانة بتاعتهم للنبي مش بدعة، ده طول عمرهم خونة. قال الله تعالى: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، أو كلما عهدوا عهدا نبذاه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمن. طيب كده احنا خلصنا الثلاث حجج. ربنا قال لنا امنوا بالتوراة، بالتوراة بس ما تؤمنوش بأي حاجة بعديها، لا إنجيل ولا قرآن ولا سنة محمد. ربنا قال لنا انتوا أهل الجنة طول ما انتوا يهود، لو اتغيرت دينكم تبقوش في الجنة. آخر حاجة جبريل ده عدونا بينزل بالحرب، وربنا رد على كل واحدة من الحجج الثلاثة الكاذبة. بعد كده هننقل بقى على قصة جديدة اللي هي قصة رقم 5. احنا قلنا في 6 قصص حصلوا بعد الأنبياء، دي القصة رقم 5. ربنا أمرهم يحاربوا مع النبي، راحوا محاربين النبي. حاربوا النبي ازاي؟ بثلاث حاجات: بالسحر وسوء الخلق والنسخ. طيب نمسك أول حاجة السحر. السحر دول عبارة عن 3 عناوين، 4 عناوين. ليه اتعلموا السحر؟ ليه ربنا بلاهم بالسحر؟ طب اتعلموا السحر ازاي؟ ايه نتيجة تعلم سحرهم في الدنيا وتعلم سحرهم في الاخر؟ ليه ربنا ابتلاهم بالسحر؟ عشان سابوا القرآن. كل من ترك القرآن لابد ان ينتقم الله منه، فربنا بيبتلي اللي يسيب القرآن ببلايا اعظمها انه يتعلم السحر. طيب كيف تعلموه؟ تعلموه مما نزل على الملكين هاروت وماروت بارض بابل في العراق. طيب ايه نتيجة عملهم في الدنيا؟ يفرقون به بين المرء وزوجه. طب ايه نتيجة عملهم في الاخرة؟ ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخرة من خلاق. دول الاربع عناوين اللي انا هاخد تفسيرهم دلوقتي. يبقى الوسيلة الاولى الحرب النبي السحر. الوسيلة دي عبارة عن 4 عناوين: لماذا ابتلوا بالسحر؟ كيف تعلموا السحر؟ ما نتيجة تعلم السحر في الدنيا؟ وما نتيجة تعلم السحر في الاخرة؟ لماذا ابتلوا بالسحر؟ عشان سابوا كتاب ربنا. ولما جاءهم كتاب رسول من عند الله مصدق لما معهم. لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. مصدق ليه؟ الاربع حاجات: العقيده والفقه والقصص وصفات النبي صلى الله عليه وسلم. نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. رموا كتاب الله وراه، زي المسافر لما يكون معاه حاجات متقلة بيرميها ومش عاوزها تاني. كأنهم لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون أدلة إن النبي رسول. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. يبقى هم كانوا عارفين ان هو، وخدوا العلم ده رموه وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. طيب يبقى ايه سبب اعراضهم؟ ان لما جاءهم رسول مصدق لما عند له، رسول من عند الله مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب. اما سابوا القران ربنا ابتلاهم بالسحر. طيب كيف تعلموا السحر؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. تتلو على ملك سليمان يعني تكذب على ملك سليمان. طب بتكذب على ملك سليمان تقول ايه؟ بتقول ان سبب ملك سليمان هو اجادته للسحر. ربنا خلى سليمان يتعلم السحر عشان كده تمكن من الجن والانس. وما كفر سليمان، يعني سليمان ما كفرش، لو اتعلم السحر بقى كافر. وما كفر سليمان دليل على ان سليمان تعلم السحر كفر. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. شياطين ايه بقى؟ شياطين الانس والجن. كفروا بيعلمون الناس. طب ايه الدليل ان الشياطين تطلق على الانس؟ ربنا قال: اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم. فسمى الزعماء في الشر بشياطين. وربنا بيقول: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. طيب يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الملكين دول ربنا بعتهم فتنة للناس عشان يعلمون السحر، ويشوف المؤمن اللي هيتعلم والكافر، المؤمن اللي مش هيتعلم والكافر اللي اتعلم.
وما يعلمان من أحد حتى يقول انصحوه، يقولوا إنما نحن فتنة، إحنا اختبار من الله، فلا تكفر، لا تكفر بتعلم هذا السحر. فإن أبى تعلمه، بس بعد ما ينصحوه يفهموه ده فتنة كبيرة جدا. طيب ما نتيجة عملهم في الدنيا؟ فيتعلمون منهما ما يفرقون، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، بين الراجل ومراته. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني طول ما الإنسان معتصم بالله السحر مش هيأثر فيه في الدنيا وللآخرة، ولا ينفعهم، وهو السحر ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، اللي يشتري السحر وده جزاته بقى في الآخرة، ملوش في الآخرة ولا نصيب ولا حسن واحدة هياخدها، ملوش مكان في الجنة. ولا بئس ما شروا به أنفسهم، يعني لا بئس ما شروا، يعني باعوا، شروا هنا باعوا به أنفسهم، لو كانوا يعلمون حقيقة ما يصيرون إليه من العذاب. طيب الطريقة التانية بقى اللي حروا بيها النبي صلى الله عليه وسلم سوء الخلق. ازاي؟ هما النبي بيعلمهم، بدل ما يقولوا يا رسول الله انظرنا يعني بالراحة عشان نحفظ، قالوا راعنا، يعني راعد ان احنا مش بنحفظ بسرعة. كلمة راعنا دي غلط، ليه؟ لان الراعنا دي لها معنى، معنى راعنا يعني راعي صرفنا وبالراحة، وده الظاهر، بس هما ما كانوش يقصدوا كده، يقصدوا المعنى التاني. راعنا يعني اصبتنا بالجنون والرعونة بسبب ما فعل. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن انظرنا ملهاش غير معنى واحد بس. واسمعوا، واسمعوا يعني أطيعوا سماع قبول، وللكافرين عذاب أليم. نفس الآية دي ذكرت قبل في موضع تاني، قال تعالى ومن الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وللكافرين عذاب أليم، يعني أشد العذاب. طيب ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، يبقى ليه هم بيعلمونا الكلمة المحتملة اللي بتغضب ربنا؟ عشان مش عاوزيننا نبقى على التوحيد. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، مش عاوزين خير ينزل لكم أبدا، والله يختص برحمته من يشاء، فمن أراد خيرا فعليه بالدعاء، فلا نعمة إلا بشيء. والله ذو الفضل العظيم، جزاكم الله خير. دلوقتي في سؤال، ربنا قال في سورة الجمعة ولا يتمنونه أبدا، وهنا ولن يتمنوه أبدا، ليه استخدم لن في سورة الجمعة وليه استخدم لن في سورة البقرة؟ في سورة الجمعة قل يا أيها الناس، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أولياء، يبقى هنا ربنا بينفي الولاية عنه، والولاية دي استخدم أسلوب لا يتمنونه أبدا. لكن أما يثبت الجنة بقى اللي هي هدف الولاية وهدف كل حاجة، ده لازم نهي قوي جدا، لأن في البقرة بيقول لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، فربنا جاب لهم أقوى أدوات النفي اللي هي لن، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيدي، يبقى لن يتمنوه لأن الكلام على الجنة وكان لازم الكلام يكون قوي، لكن الكلام على الولاية فيكفي أوي الدعاء إن استخدام لا النافية. جزاكم الله خير. دلوقتي في سؤال، ربنا قال في سورة الجمعة ولا يتمنونه أبدا، وهنا ولن يتمنوه أبدا، ليه استخدم لن النافية في سورة الجمعة وليه استخدم لن في سورة البقرة؟ في سورة الجمعة
قل يا أيها الناس، قل يا أيها الذين هادوا، إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أولياء، يبقى هنا ربنا بينفي الولاية عنهم، والولاية دي استخدم أسلوب لا يتمنونه أبدا. لكن أما يثبت الجنة بقى اللي هي هدف الولاية وهدف كل حاجة، ده لازم نهي قوي جدا، لأن في البقرة بيقول لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فربنا جاب لهم نفي، أقوى أدوات النفي اللي هي لن، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيدي. يبقى لن يتمنوه لأن الكلام على الجنة، وكان لازم الكلام يكون قوي. لكن الكلام على الولاية فيكفي أوي الدعاء استخدام لا النافية. جزاكم الله خير.